بس الراجل يكبر له الجزء مؤاخذة ايه الجزء بزاز، وفي بقى ناس تانية تلاقي الصدر كله البز قلب بز يروح مفرقعها. طب بيطلع لي بزاز ليه؟ اقول لك بيطلع لك بزاز ليه يا باشا. وفيديو النهاردة عن التسدي. ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه النهارده. حلقه النهارده موضوع ناس كتيره جدا جدا منكم بقالها بتطلبوا مني لمدة سنين، مش بهرج مش ببالغ. والموضوع ده بيأثر على رجالة كتير جدا، شباب كبار في السن، لعيبة كمال اجسام، ناس ملهاش دعوة بكمال اجسام، ناس عادية، ناس بتروح الجيم، ناس ما بتروحش الجيم. فاخيرا قررت ان انا اعمل فيديو عنه، هوريكم الانواع، الحلول بتاعها ايه، الخطوات ان انت تعالجها ايه. وفيديو النهاردة عن التسدي. يعني النطق بتاعها المفروض تثدي يعني، فهم؟ بس بالمصري بقى تسدي بقى، فهم؟ من اخر المعنى للتسدي او تثدي، ان لما الراجل يكون يكبر له، مش عايز اقول لك يعني، مش عايز اقول لك صدر، لان ممكن صدر يكون عضلة يعني، بس الراجل يكبر له جزء مؤاخذة ايه جزء بزاز. دي الخلاصه بتاعتها يعني. طيب حته بقى دره ايه؟ دره من ايام زمان بقى، فاهم؟ تثدي لما انت راجل وطلع لك جوز بزاز، فتعمل ايه؟ ده فيديو النهارده. فخلينا نبتدي اول في الانواع. في كذا نوع، مش نوع واحد بس، هحاول اصنفهم على اربع انواع. اول نوع اللي هو بتكون موجود لما انت شاب صغير. فاذا انت واحد عنده مثلا 14 سنة 15 سنة 13 سنة وعندك جوز بزاز تثدي، ده عادة بيبقى علامة انك داخل في مرحلة البلوغ. طب ايه اشتخل التثدي وليه لما انا ببلغ يعني المفروض بقلب راجل؟ طب بيطلع لي بزاز ليه؟ هقول لك بيطلع لك بزاز ليه يا باشا. لان لما جسمك بيفرز تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوري، واللي هو بيفرز بكميات عاليه بالذات لما تبلغ، الهرمون الذكوري في الجسم بيقلب منه كميه منه الى استروجين. هو ربنا خلق الجسم كده. حتى لعيبة كمال اجسام لما بتاخد حقن تستوستيرون جزء منها بيتحول الى استروجين دلوقتي. ودي نقطة مهمة جدا، وراثيا يعتمد على الوراثة ان جسمك هيحول قد ايه من التستوستيرون الى استروجين. يعني كل واحد مختلف، يعني اصلا الموضوع مش بايدك. ودي اصلا من الحاجات اللي بتكون رمز ان هل اصلا الشخص ده ينفع يبقى لاعب كمال اجسام محترف ولا ما ينفعش، لان ليه علاقة بان جسمك عنده قابلية يتحمل الاسترويدز والتستوستيرون ولا ما عندوش قابلية. فنرجع بقى، اول حاجة وانت بتبلغ جسمك بيفرز تستوستيرون كتير من الخصية. في ناس جزء من التستوستيرون صغير بس بيقلب الى استروجين، انا من الناس دي، ويمكن عشان كده عرفت ابقى لاعب كمال اجسام. وفي ناس تانية على طول تلاقي حلماتهم نفخت، وفي بقى ناس تانية تلاقي الصدر كله البز قلب بز لاخر. احنا بقى اخوات بقى خلاص، فاهم؟ الموضوع قلب صدر كامل يعني. وده ليه علاقه بالاستروجين، لان الاستروجين بيعمل صدر في الرجاله. دلوقتي التثدي لما بيحصل في سن البلوغ، ممكن نقول 80 او 85% من الوقت هينزل من نفسه خالص من غير ما انت تعمل اي حاجه. في ناس للاسف التثدي بيشبط معاهم شويه. هو ايه التثدي في الاول وفي الاخر؟ انسجه الكلمه اسمها نوع من الجلانز او الساكس، معرفش اذا هي تتقال عليها ايه، بس يعني نوع من انواع الدهون المتراكمة تحت الصدر والحلمة. وممكن كمان ساعات تكون حتى ايه شوية مية متراكمة، حبس مية وحبس دهون. خلينا نوصفها ككده، هي فعلا دهون او مية حسب بقى انت بتعمل ايه يعني. بس ساعات ان لما بتبقى الطفل او الشاب عنده دهون عالية جدا في جسمه، ساعات بتفضل معاك، هي بتنزل وبتخف شوية، ولكن للأسف الغدد اللي تحت الحلمة، ايوه الغدد، هي دي الكلمة، الغدد اللي بتتنفخ من الاستروجين، في غدد تحت الحلمة والاستروجين بينفخها مع الجيوب الدهنية، هي دي جيوب الدهنية جبتها اخيرا. فجيوب الدهنية مع الغدد اللي تحت الحلمة بتكبر وتتنفخ. فانت اذا طفل او مثلا مراهق وعندك دهون كتيرة جدا، ممكن تشبط معاك.
عليك. فلو حسيت ان انت داخل على سن البلوغ او اذا انت لسه ما بلغتش، فرصة ووزنك وعندك دهن كتير، فرصة ان انت تخش تروح النادي يا حبيبي وتبتدي رياضة. مش شرط ترفع اوزان، مع ان ما فيهاش اي حاجة لو رفعت اوزان، بس ببعد عن السكوات والحاجات دي اللي هي بتقرص على عمود الفقري بتاعك، ولكن تروح تلعب رياضة. فدي نصيحتي ليك. فده اول صنف. تاني صنف، واللي هو الصنف المشهور جدا، اللي بياخد منشطات. ناس كتيرة جدا بتاخد كورس استرويد ومش بتاخد انتي استروجين، اروماسين. كل الناس وكل اللعيبة، او خلينا نقول 99 من الناس والكوتشات، محدش فاهم حاجة. بيديك نولفوديكس خطأ، بيديك اراميديكس خطأ، بيديك كلوميد خطأ، بيديك بروفيرون خطأ بقى فشخ بقى، حاجة ما لهاش اي علاقة اصلا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنزل الاستروجين في جسمك او تحويل التستوستيرون من استروجين حاجة قوية، اروماسين. وعشان كده بيدوا اروماسين للبنات او الستات اللي بيجي لهم سرطان في الصدر، لان بيعمل بلوك للاستروجين ريسبتورز اللي موجوده في الصدر. ايه ده ايه ده يا دور، انت بتقول احنا مش فاهمين حاجه. يعني ايه استروجين ريسبتور؟ يعني ايه ريسبتور؟ ريسبتور عايزك، مش هعرف اشرحها لك بالعربي، بس عايزك تتخيل ان هي مركبه، نوع من الخلايا عامله زي المركبه، عامله زي مركبه كده بالظبط في جسمك، بتدخل تستوستيرون. التستوستيرون اهو بعدين بيروح قلب لاستروجين، جزء منه قلب استروجين. الريسبتور بتاع الاستروجين بيشبط فيه، يروح واخده ويحركه في الجسم. الاروماسين بيعمل ايه؟ بيجي عند الريسبتور بتاع الاستروجين، بيروح هو شابط فيه بدل الاستروجين نفسه. اروماسين الماده نفسها الفعاله هي اللي بتشبط فيه، يروح مفرقعها، والاستروجين بتاعك بينزل لتحت. عشان كده الناس او البنات اللي عندها سرطان بيدوا لهم استروجين كاول نوع من الدفاع عشان يقلل الاستروجين في الجسم. نفس الحاجه في الرجاله لعيبه الكمال الاجسام، اروماسين المفضل انه ينزل من الاستروجين. هتقولي طب ما في حاجه اسمها فيمارو وفي داكس نفس الحاجة؟ لا، في مارا دفاع التاني اللي هو حاجة قوية جدا جدا جدا، فمنستخدموش غير في الاحتياجات اللي هي ايه، خلاص بقى مش نافع وجسمك عمال يحول استروجين كتير. ولو جسمك اصلا عمال يحول استروجين كتير، معناها ان انت عمال تاخد تستوستيرون كتير على الفاضي وجسمك مش مستحمله. والحاجة التانية اريميداكس ضعيف، مش قوي زي الاروماسين، ومعظم الوقت مش هيعمل مفعول اللي انت محتاجه. فدي تاني حاجة. تالت طريقة ممكن يجي لك تثدي او تسدي، زيادة الوزن. زيادة الوزن، نعم، اهملت حياتك كلها في الاكل، ما بتلعبش رياضة، التستوستيرون بتاعك هينزل مع السن. صدق ام لا تصدق، لو انت واحد كسول ما بيتحركش ما بيلعبش رياضة، بياكل وحش، بياكل اكل بروسيست كله اصطناعي ومادات حافظة، التستوستيرون بتاعك هينزل جامد جدا مع الوقت. ولما التستوستيرون بتاعك بينزل، ممكن الاستروجين نفسه اللي اوريدي موجود في جسمك يفضل عالي، فبالتالي تبتدي شويه شويه لما بتكبر ودهونك عماله تزيد تزيد تزيد، الغدد اللي تحت الحلمه وكمان الجيوب الدهنيه اللي تحت الحلمه تبتدي تزيد وتزيد وتكبر، ويكبر بقى من اول حلمه للصدر كله ويقلب لك جزء بزاز. فدي يعني بتحصل كتير جدا جدا، وانا تعاملت مع عملاء كان عندهم الموضوع ده. ده واحد من احسن العملاء اللي انا تعاملت معهم، التزم بالبروجرام وزي ما انتوا شايفين جسمه اتغير 180 درجة. فمش هو الوحيد طبعا، الفيديو ده فرصة ان انا اعمل دعاية جامدة جدا للبروجرامز، واشجع الناس اللي عندها زيادة الوزن ان هي تروح تشتري بروجرام، بالذات لو عندكوا تثدي. لان بالذات لو انت واحد طبيعي والتثدي جه مش من هرمونات، لان الهرمونات غير ان هي بتكبر الغدد بتاعت الاستروجين، بس بتحجرها تحت الحلمة، وساعتها محتاج عملية. فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا 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 مع لعيبة الكمال الاجسام. لكن الناس الطبيعية لسه الموضوع طري، لسه ما تحجرش وما عندوش اي سبب ان هو يتحجر، لان جاية من استروجين طبيعي. ففي امل منك انك تخس، والجيوب نفسها او مش جيوب، انا عمال اقول جيوب ليه مش عارف، ولكن الغدد والجيوب الدهنية تنزل مع الوقت. جيوب يعني ساكس، يعني مش عارف بقى اشرحها لك ازاي، بس انت فاهمني يعني. فدي تالت حاجة، ان هي طبعا مع الوقت والسنين وكل ده. الرابع حاجة دي انا ما بشوفهاش كتير، ولكن بتلاقي رجالة رفيعة وعندها صلع جامد، مش تخان، ولكن مع صلع بتلاقي برضو الجسم اللي هو النحيف، بس في نفس الوقت عنده صدر، وده حاجة مش مفهومة خالص. عادة الصلع بيكون نوع من علامة تستوستيرون عالي في الجسم، خاصة الديهايدرو تستوستيرون، ولكن ساعات
ساعات في حالات معينة ان ممكن بزيادة التستوستيرون يحصل زيادة استروجين، لان التستوستيرون بيتحول الى استروجين، فبيحصل زيادة استروجين في الجسم. زيادة الاستروجين في الجسم تنفخ الجيوب بتاعت الدهون اللي تحت الحلمة، وفي نفس الوقت بتنفخ الغدد اللي تحت الحلمة. ودي الاربع طرق اللي انا ممكن اكون فكرت فيها، مش ما اظنش في اي طريقة تانية ان ممكن يكون عندك تثدي. طبعا اكتر حاجة بتبقى او انا بشوفها او حالات، اكتر حالات من التثدي بتيجي من الناس اللي ما بتلعبش رياضة، مش ماشي على دايت، مش بتعمل اي حاجة في حياتها، وللأسف مع الوقت وزيادة الدهن والكسل وانخفاض التستوستيرون في الجسم وزيادة الاستروجين بيطلع لها جوز بزيز. فخلي بالك، ولكن في امل ليك وفي حل ليك. ممكن تشتري بروجرام، لو معكش فلوس تشتري بروجرام ممكن تشتري كتاب الوصفات. عمل لك كتاب وصفات فيه 100 وصفة، كل وصفة فيها السعرات بتاعت الوجبة، الماكروز بتاعتها يعني الكاربس فات بروتين، حتى الالياف كاتبها لك في كل واحدة من 100 وصفة، وكل واحدة من 100 وصفة اكلات طعمها حلو جدا. فكل اللي انت محتاج تعرفه، محتاج تعرف ان انت محتاج تاكل كم سعرة في اليوم عشان تخس. لما تعرف انت محتاج كم سعرة في اليوم عشان تخس، نفترض ان هي معظم الوقت، او حتى ممكن انا اقول لك اضرب على 1800 مثلا، لان انا مش بحب اصلا انزل قوي مع الرجالة مهما كان حجمهم. 1800 الى 1900، لو انت طويل جدا وزنك عالي قوي جرب 2000، تاخد كتاب الوصفات وتعمل لك وجبات منها بحيث تكون تحت ال 2000 سعره في اليوم. سعر الكتاب 49 دولار، يعني مفيش حجج. لو انت مش قادر تدفع ال 170 دولار روح اشتري كتاب الوصفات. ولكن طبعا انا انصحك انك البروجرام ميزه حلوه جدا، لان الوجبات والتمارين والسبلمنتس المكملات اللي ممكن برضو تساعد في مشكله الهرمونات تساعدك جدا في الحاله بتاعتك. وطبعا الموضوع مخصص ولكن اغلى شويه ب 170 دولار. في خدمه جديده دلوقتي ان انت ممكن تتابع معايا ال 12 اسبوع بحالهم على تليجرام اب، بس دي خدمه غاليه شويه. طبعا انا مش هقول لك، مش بصراحه مش عايز اعمل دعايه ليها، لان ما نادر ان الناس ممكن توفر الامكانيه ان هي تاخد الخدمه دي ب 599 دولار. 3 شهور انا بقى متابع معاك واحده واحده اسبوعيا، او حتى لو انت محتاج تراسلني اي يوم من فتره ال 12 اسبوع انا معاك فيها. ولكن ابعد عن الخدمه دي، هسيب لك اللينك تحت، هسيب لك لينك بتاع البرامج المخصصه، وهسيب لك لينك كتاب الوصفات لو مش قادر تشتري الاثنين دول. وانصحك ان انت تعمل كده وتغير حياتك، لان في امل حتى لو انت فاقد الامل، الامل موجود. ودي حلقه النهارده، اظن بقى الحلقه فادتكم. يا ريت تعمل شير ويا ريت تعمل سبسكرايب، وهنشوفكم بكره ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.